بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. مساء كروي جميل يجمعنا مشاهدينا على شاشة أون تايم سبورتس في لقاء الرواد، لقاء البدايات والذكريات، لقاء من زمن فات، النسخة 91 مشاهدينا من البطولة العريقة، أقدم البطولات، بطولة كأس مصر تعيد للأذهان من جديد، زمن اللقاءات الجميل. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، بداية لقاء الاتحاد السكندري والسكة الحديد، فرقتين لهم تاريخ طويل جدا جدا في اللقاءات خصوصا في بطولة كأس مصر. سكة الحديد اسم عريق في عالم كرة القدم المصرية، ادي سيلة تسديدة قوية لكن بتمر بجوار القائم الايسر للمهدي سليمان، ودي كابتن امير عزم مجاهد تولى المهمة خلفا للكابتن محمد صلاح اللي ادار الفريق، ادي خطأ كبير جدا جدا وممكن فرصة كبيرة للسكة، وتسديدة تسديدة خطيرة جدا جدا، فرصة أولى بخطأ في التحضير لكن تسديدة من كاشلوت، محمود كاشلوت أيضا واحد من أبناء النادي، أربع مواسم مع السكة الحديد بيطلق تسديدة لكن بتخبط في علاء وتتحول إلى خارج الملعب ركنية. أدي هشام بيلعب تماس قوي على القائم الأول لكن بهاء مجدي يعمل إبعاد مرة تانية، السكند بول ضغط السكندري وكرة عرضية لكن عدت أحمد عادل ميسي، هيبدأ موجة جديدة هجومية من جانب زعيم الصغر الاتحاد السكندري. أدي مرة تانية خالد الغندور عايز يلف ويدور لكن مقفول عليه، يرجع لميسي كرة متسقطة في القائم الثاني ولكن تأمين نموذجي المرة دي من بهاء، عشان كده عبد الكافي رجب يشكره على التغطية الواعية. النهاردة في لقاءات دور ال 32 عنصر الخبرة هو اللي بيحسم المسألة، تقارب في المستوى، الطموح موجود، الرغبة موجودة، 90 دقيقة تقبل كل الاحتمالات في بطولة المفاجآت، بطولة كأس مصر أقدم وأعرق البطولات المصرية المستمرة حتى الآن. خطأ ضد سيلة وخالد الغندور بيلعب على طول كرة عند علاء، بيشيلها علاء جوه المنطقة لكن عبد الكافي شايفها 10 على 10، يطلع يمسك كرته بثبات. لقاءات الاتحاد كانت في بطولة كأس الرابطة لكن اتأجل له لقاء بيراميدز، اتلعبت على طول الركنية خطيرة جدا جدا في ارتفاع خطير لكن عدت من الجميع، لكن لسه السكند بول الكرة التانية مرة تانية كرة مقوسة خطيرة لكن ابعاد من دفاعات السكة الحديد، مرة تانية ضغط سكندري وكرة للأمام، ودي تقدم خطير وكرة عرضية خطيرة جدا جدا لكن وقفت بعد تدخل حقيقي من اللاعب المتولي محمود، لكن سلامات يا متولي، بيكلم زمايله وبيظبط الحائط البشري. ادي خالد الغندور مسجل هدف وحيد من 18 مشاركة في بطولة الدوري، كرة متسقطة على القائم الثاني لمحمود علاء لكن دفاع وقراءة جيدة لقدرات وإمكانيات وكيفية تنفيذ الكرات الثابتة لزعيم الصغر. قافلين عارفين خطورة علاء في الحوارات الفضائية. 43 دقيقة ما نقدرش نقول إن إحنا شفنا فرصة حقيقية حتى الآن من كلا الجانبين، لكن شفنا مناوشات. ادي كرة مرة تانية متسقطة في مكان خطير ولمسة خطيرة هو علاء، تخيلوا حضراتكم واحد من السنتر باكس هو اللي في قلب المرمى بيغمزها علاء لكن التحم مع عبد الكافي رجب، سلامات يا عبد الكافي. الكرة الأمامية لكن في هذه الأثناء أصدقائي المشاهدين والمتابعين، عمرو العطار حكم اللقاء بيسدل الستار على منتصف القصة ومنتصف الحوار اللي بيجمع الاتحاد السكندري والسكة الحديد في واحدة من لقاءات دور ال 32 في بطولة كاس مصر النسخة رقم 91، مثلما بدأنا مثلما انتهينا، على أمل بلقاء حضراتكم مع بداية أحداث الشوط الثاني. تحياتي أيمن الكاشف، أما الآن فعودة سريعة إلى الزميل العزيز
واستاد مصر. فإلى هنا على بركة الله أصدقائي هنظبط الساعات ونبدأ نتابع أحداث الشوط الثاني في واحدة من لقاءات دور ال 32 بطولة كاس مصر، واحدة من اللقاءات الكلاسيكية في البطولة العريقة اللي بتجمع الاتحاد السكندري والسكة الحديد. لكن الاتحاد السكندري 6 ألقاب ووصول للمباراة النهائية 14 مرة. الكرة الأمامية عند سيلا في مكان خطير، خطير جدا جدا، لكن الكرة العرضية عايز يخرجها سيلا، لكن عدى بغرابة شديدة جدا جدا وتواجد في منطقة مزعجة لدفاعات نادي الاتحاد. أوسون أموتو عمل محطة يطلع أحمد عيد، أدي كرة عرضية خطيرة لكن على طريقة الهاندبول يمنحها بكفاءة كبيرة عبد الكافي، ودي كرة وجول جول 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 جول. لكن في إيه؟ في راية وصفارة، كان هيبقى جول قاتل والضربة القاضية اللي بحث عنها زعيم الصغر، لكن كرولوس نزيه بيرفع رايته علشان يبقى هدف أبيض ملغي لنادي الاتحاد. هنشوف الحكاية وهنشوف القصة. ادي أوسون أموتو محطة فولاذية قوية لأحمد عيد، عمل عرضية خطيرة جدا جدا عبد الكافي، كانت الكرة هتعديه لكن عمل إبعاد، ودي كرة هل فيها تسلل؟ المساعد الأول كرولوس نزيه رفع رايته وأعلن عن تسلل علشان يبقي أصدقائي التعادل موجود وحاضر في لقاء الاتحاد السكندري والسكة الحديد. بالفعل أصدقائي انتهى الحوار وانتهت المباراة الكلاسيكية، أحد لقاءات دور ال 32 في بطولة كاس مصر النسخة 91، اللقاء اللي جمع الاتحاد السكندري بالسكة الحديد انتهى بالتعادل السلبي، وهنذهب مباشرة إلى أشواط إضافية. ولكن دعونا أصدقائي نذهب إلى الزميل العزيز المتألق فتح الله زيدان ونجوم استاد مصر. فإلى هنا وهنشوف مع حضراتكم بداية الأشواط الإضافية والبحث عن الفائز في هذا اللقاء، وهنشوف الضربة الحرة المباشرة، كرة خطيرة لمصلحة نادي الاتحاد. هل يأتي الحل من الكرات الثابتة؟ ادي الكرة على طول على القائم الاول لكن وقفت ما بين الاقدام، وسيلة اللي خاطف الاضواء من كل اللاعبين حتى الان سواء بدلاء او اساسيين، حتى الان سيلة خاطف الاضواء بشكل جيد. ادي الكرة مرة تانية فضائية خطيرة جدا جدا، مش ممكن مش ممكن مش معقولة، في اول لقطة محمد حسين عضل اداها لعبد الكافي في العضل في الدقيقة 98 من اول لقطة النيران الصديقة تنجح بزعيم الصغر فيما فشل فيه لاعبي نادي الاتحاد في الشوط الاضافي الاول. اصدقائي في الدقيقة 8 في اول لقطة هارد لك هارد لك صحيح، كرة عرضية عايز يهيئها فيها ثقة كبيرة لكن ركنها، حطها له في العضل محمد حسين اللي عنده 3 مواسم واحد من ابناء السكة الحديد، عايز يريحها لعبد الكافي لكن ركنها ركنة معلم، حطها له في زاوية يستحيل التعامل معاها. كرة عند احمد عيد لف ودار وتسديدة قوية بترتد من عبد الكافي، لكن التغطية موجودة من ربيع يشتت بشكل خاطئ، فرصة كبيرة لمصلحة نادي الاتحاد، وادي ابراهيم وجول جول جول جول، خلصها خلصها ابراهيم حسن في الدقيقة 118 بهدف تاني نتيجة اخطاء دفاعية، لكن ابراهيم حسن بيصور نفسه وبيضع بطاقة التأهل لزعيم الصغر وفرحة وهدوء لزوران. صحيح ما اختلفش شكل زوران عن التعادل السلبي لكن الهدوء والامان وصله بعد ما ابراهيم حسن استغل الكرة اللي راحت وجت وجت وراحت، لكن تسديدة قوية من ابراهيم حسن يدرك بيها الاتحاد السكندري اصدقائي تاني الاهداف
علشان نقول مبروك مليون مبروك للاتحاد السكندري وجماهير الأسكندرية الوصول في المباراة التاسعة في دور ال 32 إلى دور ال 16 علشان تستمر الواقعية ويبعد المفاجآت، رغم إن المنافس كان شرس النهاردة وعنيد. هو السكة الحديد خلاص، بنلعب في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع، وبالفعل بالفعل أصدقائي في كل مكان بيزدى الستار على هذا اللقاء الماراثوني اللي جمع الاتحاد السكندري والسكة الحديد في واحدة من لقاءات دور ال 32.